نرحب معانا بالفنان الشاب ايمن منصور. اهلا وسهلا بيك في تطور اليوم. اهلا وسهلا. ايمن، النهارده واحنا في لوكيشن تصوير روميو والسيده، عايزينك تكلمنا عن الفيلم وعن دورك في الفيلم. دوري في الفيلم، انا طالع صاحب احمد عزمي، وشغال حارس امن، واحنا الاثنين متربيين في نفس المنطقه، منطقه شعبيه، وخطيب اخته، يعني بيحصل مشكله معاه، وبحاول بقدر الامكان ان انا اخرجه من المشكله ديت، بحيث ان هو يعني ما يحصلوش ضرر او يحصل انا كمان ضرر، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نستفاد من الموضوع يعني. طيب، يعني نقدر نقول الفيلم شعبي للجمهور الفئه المتوسطه شويه او اقل كمان؟ ان شاء الله. هو الفيلم كمان يعني فيه كوميديا خفيفه، والموضوع بسيط يعني. طيب ايمن، احنا زي ما متعودين منه على الكوميديا، بس كان بيقدم مستوى شويه يعني اعلى في الغير الشعبي. النهارده هو بيعمل دور شعبي، شايف ان التجربه دي جديده عليك او قد ايه استعديت لها ازاي؟ لا، انا يعني مش عامله بشكل شعبي مهرجانات، ومش عامله كده، لا انا عامله بطريقه تانية، عامله يعني شعبي عيل بايظ يعني، بس يعني في مبادئ برضو ربطها بينه وبين صاحبه جدا وعلاقته بيه، والموضوع يعني بيبقى بشكل كوميدي، بنحاول نوصل المسج دي يعني. طب ايمن، مش شايف ان الافلام الشعبيه اللي تناولتها السينما في الاخر تاثر بطريقه سلبيه على ثقافه المجتمع؟ صدقني، بص، انا بحس اوقات ان الناس عايزه كده، بس يعني احنا طبعا اللوم بيرجع للفنانين عامه يعني، ان لازم مش ما يمشوش تبع يعني ما يمشوش يعني ما يمشوش اللي الناس عاوزاه، هم يمشوا الناس بطريقتهم هم، علشان الناس اصلا كده كده هتدخل السينما، فيعني نقدم حاجه كويسه تفيد الناس وتفيد المجتمع وتفيدنا احنا كمان، احسن ما احنا نعمل اي حاجه كده وخلاص. ان شاء الله، بنتمنى لك التوفيق دايما يا رب، ونورتنا ايمن. الله يخليك، شكرا.